للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البن غدير الدوسري، مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث. أهلا بك عقيد محمد، نشكرك على قبول الدعوة. قامت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بجهود مكثفة خلال فترة الأمطار بهدف تسهيل الحركة ومساعدة المواطنين، هل لك أن تطلعنا والسادة المشاهدين على أبرز هذه الجهود؟ يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير والسرور. في الحقيقة تنفيذا لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية الله يحفظه بالتحقق والتأكد من كفاءة الاستعدادات التي تم اتخاذها، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص للتعامل مع موسم الأمطار، وهم كذلك متابعة دقيقة من قبل سيدي سعادة رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث. لقد تابعت في الحقيقة كما أسلفت في تقريرك أن وزارة الداخلية تابعت التطورات عن كثب، سواء التطورات المناخية والتغيرات في حالة الطقس على مدار الفترة السابقة للأمطار اللي هطلت على مملكة البحرين، والله يجعلها أمطار خير وبركة للجميع. أما في الحقيقة بالنسبة للجهود المبذولة خلال فترة الأمطار، فهي لا يخفى على الجميع بأن الجهود هي جهود مشتركة لجميع القطاعات التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية من خلال منظومة تكاملية. فعلى سبيل المثال قامت إدارة العمليات بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بهم بالتنسيق مع جميع مديريات الشرطة وعلى جميع المحافظات مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، هم كذلك الإسعاف الوطني. فكان دورهم في الحقيقة متناغم، عملهم تركز على الإجراءات الميدانية بشكل خاص، والتي لله الحمد قد ساهمت في إعادة الأوضاع بشكل طبيعي. ومن هذا المبدأ كان العمل بشكل تكاملي ما بين جميع الإدارات التي عملت ضمن نطاق اختصاصها، واضعين أولوياتها هما حماية الأرواح ومن ثم الممتلكات. فكانت المهام على سبيل المثال تنظيم الحركة المرورية، سحب المركبات المتعطلة في تجمع مياه الأمطار، مساعدة المواطنين والمقيمين، أيضا اللي تعطلت مركباتهم، وأيضا متابعة الإشارات الضوئية المتعطلة. أما الإدارة العامة للدفاع المدني فهي في الحقيقة تعاملت مع عدد من البلاغات من بينها سقوط أشجار، أعمدة إنارة، حدوث مصب كهربائية، كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون مع التنسيق مع البلديات ووزارة الأشغال وتخطيط العمراني. ولم تقفل في الحقيقة وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دورها التوعوي من خلال استخدام الأدوات الإعلامية من دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد في الحقيقة بالإرشادات الوقائية للمتغيرات الطريق وتجمع مياه الأمطار. هذا في الحقيقة بشكل عام عن الجهود المشتركة التي قامت بها وزارة الداخلية في الفترة السابقة. عقيد محمد، باعتبارك رئيسا للمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ما هي أبرز ملامح خطة الطوارئ التي يتم العمل بها في هذه الظروف المناخية؟ في الواقع لا شك بأن المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عليه مهام وواجبات قد ضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الكوارث، ومن ضمن هذه الواجبات هو التأكد من كفاءة الجاهزية العامة للمكونات ذات الاختصاص، وهم كذلك الاستعدادات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع تلك المكونات أو القطاعات للتعامل مع موسم الأمطار. أما بالنسبة لملامح الخطة التي غالبا في الحقيقة ما يتم تفعيلها في هذه الظروف بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، تهدف أو بهدف الوقوف على استعدادات الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة. ولا يخفي على الجميع بأن الآلية المتبعة في صياغة الخطط هو دائما ما نشير له هو التخطيط بشكل استباقي مع المكونات الأساسية للتعامل مع الأوضاع، من حيث على سبيل المثال التأكد من جاهزية المؤسسات المعنية في إدارة هذه الظروف،
التأكد من الدعم اللوجستي، التأكد من الموارد المتاحة المستخدمة في إدارة الوضع من حيث يعني العنصر البشري، المعدات اللي راح تستخدم. أيضا يعني تم تفعيل المركز الوطني لمواجهة الكوارث بشكل جزئي تحسبا لتفاقم الوضع لا قدر الله. أيضا يعني تأكدنا من جاهزية الخطط البديلة الاعتماد عليها حال حدوث ما يعوق يعني تنفيذ الخطط الموضوعة. وأود في الحقيقة يعني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والعرفان للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة على تعاونهم المثمر في الحقيقة الذي يعني يأتي ضمن إطار الشراكة المجتمعية. فدائما ما نقول بأن المجتمع هو رجل الأمن، فبالتأكيد أن إدارة الحالة الطارئة تحتاج إلى عمل مشترك ومفاهيم واضحة المعالم. وهذه بشكل يعني بشكل شامل أبرز ملامح الخطة. نعم، العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البن غدير الدوسري، مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، كنت معنا ضيفا عزيزا على نشرة الثالثة. شكرا جزيلا لك.